بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد من قناه الات زراعيه. معانا النهارده جار شبح يا جماعه 99، حاجه استلام صاحبها ما شاء الله. هنشوف النهارده بويه البلد. طبعا شوف معانا المكنه، بسم الله ما شاء الله، حاجه خواجه. طبعا بنغير له فرد الكاوتش باتلس تركي ما شاء الله، كل حاجه تمام. بويه البلد حلل يا جماعه، حلل مرتين بس، مكنه مرتين بس، 99. كورونا سد اهي، كورونا سد، مش شباك. مش مهم يا عم احمد اللي بيشتري فيها. رغم سريع طبعا 99، عشان ما حدش يقول ده ملعوب فيه ولا كلام من ده، لا حاجه بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا شحته، حاجه يعني تشرف كامل. معاه فردتين التقل بتوعه قدام ما ركبوش لسه، اللي ورا راكب طبعا، ومعاه كابينه التنده بتاعته الشرح. يعني احنا كنا مركب لها صدر كده، كان ساعتها مركب لها صدر. فردتين كاوتش هما بيركبوا، والتانيه اهي. انت جايب شمبر جديد يا احمد ولا ايه؟ ولا دي بتاعه؟ دي القديم؟ الراجل ده مطلس ولا ايه؟ مطلس. اه عم ياسر هو بيركب لنا الكاوتش. عندك ايه في البيت يا احمد؟ عندي الكرسي بتاعه فين الشبه؟ الكرسي موجود والتعليقات اللي قدام، والتمبور بتاعه راكب اهو، والهامر اللي هو الصحاره بتاعته موجوده، والسلم بتاعه اللي ورا اللي هو الجبلون موجود، والزغاد والحاجات اللي ورا دي كلها موجوده ان شاء الله، كل حاجته موجوده. هو بس عايز يعني ايه، عايز واحد رايق، لان احنا معانا واحد يعني مهمل شويه. حتى المروحه بتاعته الصاج بتاعت بلاده ما شاء الله موجوده. عجل اللي قدام كويس، عجل قدام 90% لسه جديد. الهوا 6 فالف بتاعه اهو موجود، كل حاجته موجوده. طبعا يا جماعه المكان في كفر الشيخ مركز الحمول. هسيب لكم رقم صاحب الجرار في اول كومنت، وانتوا تواصلوا معاه. حاجه يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه تشرف. يا احمد النية موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. الناس هتكلمك. ماشي يا عم على دماغي حبيبي يا اسطى. يلا يا جماعه، من حق اللي لسه مشترك معانا في القناه يا ريت يدعمنا لايك، واللي ما اشتركش يا ريت يشرفنا باشتراكه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.